نقول لكم شكرا على حضوركم اليوم معنا في هالاجتماع وهذا اللقاء. هذا بين بالمكشوف انه التوانسه في حاجه للتعبير عن رايهم، في حاجه لاثار حتى يوصلوا المساج وحتى يفكروا في هموم تونس ويشاركوا في ايجاد حلول للازمه الاقتصاديه والسياسيه اللي تعيش فيها تونس اليوم. في تونس هي ما يحدث هو حلقه مهمه في اطار التغيير السياسي المترقب واللي ننتظره فيه مده سنوات، وهذا سيكون قريب، وهذا التغيير سيكون قريب. فيه لقبين شرفاء، فيه سياسيين شرفاء، فيه أحزاب مغازية، فيه كذلك محامين شرفاء، فيه مدافعين عن حقوق شرفاء يعملوا من أجل حق التونسي ومدة 20 عام. كل مناظم وكل المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا إلى التنكيل وتعرضوا إلى التعذيب وتعرضوا إلى التجويع والطرد من الشغل من أجل دفاعهم عن حق التونسي باش يعبر على رأيه. واليوم نفكر الرئيس بن علي اللي في 7 نوفمبر 1987 قرأ بنفسه بيان قال فيه أنه الشعب التونسي وصل إلى مرحلة من الوعي ومرحلة من النضج اللي مكنوا باش يحكم نفسه. وبالتالي نذكر بن علي اليوم أنه هذا الخطاب يجسم الشعب التونسي في كل الجهات، من قفصة إلى بنزرت إلى صفاقس إلى سوسة إلى كل الجهات التونسية، من أجل تذكير بن علي أنه الشعب التونسي مؤهل وعنده الحق باش يعيش في مناخ ديمقراطي وباش يعيش في ظروف أحسن من هذه المجموعة اللي تستعمل في الثروة تاع البلاد مثل ما تستعمل في الخزينة الخاصة. والفساد هو أساس المشكل الاقتصادي في تونس. تونس غنية بشعبها، غنية بشبابها المتعلم المتنور المتفتح الصبور، لكن في نفس الوقت هذا الشعب له حدود من الصبر. واليوم كل ما يقوم به في كل الجهات التونسية حتى يذكر بن علي وكل الحلقة الدائرة بن علي أنه الشعب التونسي قادر بشحكم نفسه في إطار ديمقراطي. وكذلك نذكر هوني أنه التونسيين لا أحد يملك الحقيقة ولا أحد يملك الحل، كل الأطراف التونسية والتونس في حاجة إلى كل شعبها بكل تنوعاته السياسية وبدون إقصاء، وكل الحركات السياسية جديرة من أنها تشارك في إيجاد حلول لمجتمعنا وحلول تنموية في كل الجهات التونسية، ولا للإقصاء والجهات التونسية اللي معزولة مثل سيدي بوزيد وقفصة وملتلوي اللي تفضل وفي منذ سنتين. كل هذه الجهات اللي وقع حرمانها لمدة سنوات عديدة من التنمية اليوم تصرخ وتقول أنها من حقها أن تكون جزء من تونس، لأن تونس وإحنا اليوم في موريال نأكد هذا الخطاب حتى نقول أن تونس بحاجة إلى كل أبنائها مهما اختلفت آرائهم ومهما اختلفت مشاريعهم السياسية، إلا أن تونس تجمعنا وتونس الغد هي أفضل وهي ممكن وأحسن من هالعصابة اللي تحكم فينا اليوم. وشكرا على حضوركم.